الصندوق الحقيقة حدد مبلغ 3 مليار بالإضافة إلى مليار آخر من صندوق الاستدامة اللي تم إنشاؤه جوه الصندوق النقد الدولي أيضا، ده بالإضافة إلى حوالي 5 مليار دولار هتبقى بتقدمها الدول الشريكة في التنمية وأيضا المؤسسات الدولية الأخرى. صندوق النقد الدولي اتفق مع السلطات المصرية على إجراء تعديلات هيكلية للاقتصاد الكلي ودعم مشاركة القطاع الخاص، والصندوق سينظر في هذه الاتفاقية قريباً. هترتكز السياسة المالية في مع البرنامج صندوق النقد الدولي على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي لأقل من 80% وأيضا زيادة القاعدة الضريبية والاقتصاد ضم الاقتصاد الغير رسمي لتحقيق فائض أولي مستدام وأيضا تخفيض عجز الموازنة.